بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحتوي الجزر على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات والمعادن الضرورية لبناء الجسم، يساعد على تنقية الدم، يحسن البصر، وكذلك يحمي من أضرار الشمس وحروق الشمس، كذلك يساعد على شفاء الأنسجة. هذا الزيت طلبتموه مني كثيرا، يستخدم بشكل فعال في النواحي الجمالية للبشرة والجلد والشعر، لأنه يحتوي على الكثير من المواد التي تعزز الجمال الذي يبرزه هذا الزيت المستخرج من الثمرة الموجودة في المطبخ. هذا الزيت رائع لجمال الشعر وكثافته وطوله وصحته، يهدئ الأعصاب وكذلك يخلص من التوتر والألق عفوا، يبيض البشرة بفاعلية كبيرة، يخلص من كلف الحمل، يخلص من آثار حبوب الشباب، وكذلك يشد البشرة ويخفف من التجاعيد. سبق وعملت لكنا وصفة بفازلين بزيت الجزر. فازلين بزيت الجزر لم يكن متوفر عند الجميع. إن شاء الله لما نعمل زيت الجزر بمكونين فقط من مطبخك وغير مكلف، راح نعمل بحول الله تعالى الفازلين بزيت الجزر محضر منزليا. مقادير زيت الجزر بسيطة، متكون عفوا من مثلا تاخذي لكل جزرة متوسطة الحجم عندك فنجان زيت، لكل جزرة متوسطة الحجم فنجان زيت. مثلا أخذت 5 جزرات يقابلها 5 فناجيل من الزيت المطبخ الخاص بالطبخ. يفضل أن يكون زيت المطبخ رخيص متواجد في كل بيت، أفضل من زيت الزيتون، لأن زيت الزيتون ستطغى رائحته على زيت الجزر. قلت 5 جزرات مثلا متوسطة الحجم، نظفيها جيدا واغسليها واتركيها تنشف من الماء، تبشر في المبشرة، وبعدها تضعي 5 فناجيل من الزيت على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتغير لون الزيت إلى لون البرتقال، يعني يأخذ خصائص الجزر كلها. يترك في إناء مثل هذا حتى يبرد، ثم نصفيه. نصفي زيت الجزر. ها هو زيت الجزر بعد ما غليناه على النار مع التقليب المستمر، ولكن النار يجب أن تكون هادئة جدا حتى يتغير اللون إلى اللون البرتقالي. بعد ما نصفي الزيت لحفظ الزيت لمدة طويلة مثلا إلى غاية 3 أشهر، نأخذ كبسولة من الفيتامين إي، كبسولة من الفيتامين إي، ونضعها في الزيت. نأخذ كبسولة ونفرغها عفوا في الزيت حتى تدوم صلاحيته إلى غاية 3 أشهر. بعدها نأخذ برطمان زجاجي معقم ونظيف مثل هذا، ونضع عليه لاصق، نضع عليه لاصق بهذا الشكل، نقوم بتعتيمه جيدا، أو إذا كان غير متوفر عندك اللاصق هذا، نأخذ القزدير، نعتم قارورة البرطمان الزجاجي، ونضع الزيت،
ونتركه في مكان مظلم، مكان مظلم لمدة 10 أيام قبل الاستخدام. يترك الزيت لمدة 10 أيام قبل الاستخدام. قلت يجب أن نقوم بتعتيم البرطمان بواسطة قزدير أو بواسطة اللاصق الملون وتركه في مكان مظلم لمدة 10 أيام، ثم استخدميه لوصفات الشعر والبشرة. وبهذا تكونوا اتحصلتوا على زيت جزر طبيعي من مواد طبيعية متواجدة في مطبخك وغير مكلفة. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس كي تصلكم فيديوهاتي فور نزولها على القناة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.